مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد. طبعا قلت لكم في البدايه ان احنا هنتكلم على فكره الاعلاف البديله واهميتها واحنا داخلين على عيد الاضحى. طيب هنعمل ايه، وهل الموضوع ده ممكن فعلا يخلي اسعار الاضحيه اقل شويه؟ طيب تعالوا بقى نشوف الموضوع ده اخباره ايه، وايه هي الاعلاف البديله، وهل هي متوفره ولا لا. تفاصيل كتير هنعرفها من ضيفي اللي منورني النهارده، دكتور عصام زكي، دكتور باحث بمركز بحوث الصحراء بشعبه الانتاج الحيواني. دكتور عصام اهلا بيكم، منورنا. اهلا بحضرتك واهلا بجمهور قناه الزراعيه الكريم والقناه العلميه اللي هي دايما مشرفانا وموصله الرساله العلميه اللي بيهدوا فيها البحث العلمي. اهلا بحضرتك نورتنا. انا بس عايزه في البدايه قبل حتى الاسئله اللي احنا هنتكلم عليها، هسالك سؤال عام الناس كلها بترتبط ذهنها بيه، قد ايه فكره انه الاعلاف لو كانت مفيده ومظبوطه وسليمه وكان الاضحيه عمرها مناسب، قد ايه ده بيبقى له علاقه وثيقه جدا في طعم ومذاق اللحمه؟ تمام، ما شاء الله عليكي، محضرة جيد جدا. أشكرك، تفضل. أولا الأعلاف كل ما هو خاص بتغذية الحيوان ينعكس كلي وجزئي على نوع اللحمة وطعم اللحمة ومذاق اللحمة. لو العليقة متزنة هحصل على معدل تسمين جيد جدا ليس به أي نوع من السمين اللي هو المتاخد عن الغنم، ان هي سمينه والاولاد والاطفال ما بيحبوش ياكلوا اللحمه الضاني. واحنا كبار برضو كناش بناكل لحمه الضاني، لكن الفلسفه في انتاج الاغنام اختلفت تماما مع التطور العصر الحديث والتكنولوجيا والبحث العلمي. احنا اصبحنا بننتج اعلى جوده من لحم الغنم الذي يضاهي لحم الكندوز. فعلا اكيد. وعلى التجربة. طيب خليني اروح معاك يا دكتور لفكرة عملية التسمين السريعة بعد الفطام بتتم ازاي؟ اولا احنا بنفطم الحملان على عمر 3 شهور ونص، ودي فترة اهم من فترة الفطام، تجهيز ما قبل الفطام. ولو الوقت يسمح ان انا هدي نبذة سريعة على الانتاج المكثف من الاغنام البرئي منذ اختيار الاباء لموسم التلقيح حتى بدايه موسم التلقيح ثم الفطام ثم مرحله التسمين. اولا احنا بنجهز موسم التلقيح، بنختار الاباء كباش جيده ذات سلاله بسجلاتها معروفه، الام سليمه 100%. بنبدأ نعمل موسم جز للحيوان عشان يبقى فايق وما يعقش عملية التناسل. ثم نعمل دفع غذائي لكل من جز. بتشيلوا الفروة يعني؟ لا، جز حلاقة. يعني بتحلقوا له الفروة. وضحلي بس يا دكتور عشان انا مش خبير في الموضوع ده. احنا بنقول بلفظ الانتاج الحيواني جز. جز، اوكي، اتفضل. فبنبدأ بعد عملية الجز، خاصة ان الموسم بيبدأ في الصيف، فبالتالي لازم يبقى الحيوان فايق، ما يبقاش فيه عبء حراري. بالظبط. ثم بيبدأ عمل دفع غذائي للكبش، بأهله ان هو ياخد مواد علفية عالية الطاقة، لان هو ببدأ احطه في مجموعة تتراوح من 10 ل 12 كبش داخل المجموعة، او توصل ل 15 لما بيبقى الكبش جيد. وبعمل دفع غذائي برضو للأم، بس ما بخليهاش توصل لمرحلة التسمين، لأن لو وصلت لمرحلة التسمين يبقى هتليس مني، فمش هيبدأ فيه إخصاب. وطبعا بالتعاون مع الدكتور البيطري ومتابعة موسم التناسل. دي اختصار لحتة تجهيز الأباء مع الاحتفاظ بسجل النسب عشان أعرف الحولي اللي هيتولد ده أبوه مين، أمه مين، فيها صفات التوأمة ولا لأ، عشان دي بتبقى صفة مرغوبة لدى الأم. وببدأ أعمل لهم بعد موضوع دفع الغذائي، أبدأ أقسم مجموعة من مجاميع التلقيح اللي احنا بنقول عليها، كل 10 ل 15 كب هو نعجة أنثى تحط في وسطيها كبش. أبدأ أدهن الكبش
من بطنه عشان يبدأ لما بيعمل عملية الوسب يبدأ يعلم لي أن دي تم التلقيح. فبالتالي بعرف مؤشرات نجاح موسم التلقيح. صحيح، هي خطوات من غير ما أجس قبل ما أجس. أو معنى صح قبل ما أدخلها على موسم على جهاز السونار اللي بيكشف لي نجاح عملية الحمل. فبنبدأ بنلف على المجاميع لغاية لما بعرف أن فعلا موسم التناسل تم 100%. بداية موسم التناسل أول ما الأم بتبدأ تولد الحول الصغير اللي هو الخروف الصغير لازم العامل يقف يتابع الأم وقفت للحول اللي اتولد، بدأت تنظفه، بدأت تخش تشيل كل ما هو زلق من جسمه وتنظفه وتبدأ تديله السرسوب لمدة 3 أيام. لو وقفت الأم للحولي 3 أيام اضمني أن الحولي ده شرب السرسوب، خد مناعة، اتنشأ أن هو يتسمن صح. سبحان الله. أو أنا معلش وعلى... دكتور أنا أسألك أسئلة بدائية بس أظنني عشان ماليش خبرة في الموضوع ده، أو هي فترة الحملة قد إيه؟ وهل ال 5 شهور و5 أيام؟ 5 شهور و5 أيام. طيب بتجيب تقريبا كم حولي؟ حولي واحد. ولكن إحنا عملنا شغل، أنت قلت موضوع التوائم. إحنا عملنا شغل حقن هرمونات اللي هو هرمونات طبيعية، مش هرمون الاستروجين، هرمون كل ما هو خاص بهرمونات الحمل، بيقوم الدكتور البيطري بحقنها في الأم عشان تعمل عملية التوأمة، ونجحنا فيها، وصلنا لزيادة معدل التوأم بنسبة 25% في إحدى التجارب البحثية لزميل في رسالة الدكتوراه بتاعته. هاي والتوأمين بيبقوا بنفس الكفاءة بنفس الصحة في المعز لما بيبقوا 3 بيبقى لود على الام. ما انا كنت لسه هسال حضرتك، حضرتك بتقول لو هي قامت للحولي 3 أيام فده بيبقوا 2. فاحنا بالتالي هنبقى محتاجين مجهود اكبر، وفي نفس الوقت احنا محتاجين انها تراعي الاثنين عشان يطلعوا بنفس الجوده والكفاءه. ده دي وسيله لزياده اقتصاديات الانتاج المكثف من الاغنام. صحيح. ان انا اعمل توامه يبقى بدل ما بعمل موسم 2 في 1. صحيح. وبعد كده بتتابعوا بتاكدوا من لبن السرسوب. خلاص الام بتطلع ضمنت ما بطلعهاش مرعى خلال رضاعه فتره السرسوب. ببدا اطلع الام لمرحله المرعى الاخضر الطبيعي اللي هو بيديني كل ما هو كوكتيل من الطبيعه الام بتاكله، ترجع الام شبعانه في الوقت نفسه. انا بحجز الحواله الصغيره، ببدا اعمل لها تريض رياضة. ببدأ بديها عليقة ناعمة تبدأ تلحس كده عشان تتعود على الأكل. عملية الأكل بحيث أن أنا لما يوصل الحولي عمر 15 يوم بيبقى بيأكل. لما يأكل من عمر 15 يوم مش هيحصل ضرب أثناء الفطام، لأن دايما حتى في الأولاد الطبيعيين لما الولد بيتفطم، الطفل بيتفطم بيحصل انخفاض في الوزن. لا، ده ما بيحصلش. لما أنا بحدد للحولي ان هو يتعود على الاكل من عمر 15 يوم، فبالتالي بيبدا يتواصل بعد في مرحله الفطام. حلو. خلينا اروح برضو مع حضرتك على فكره العمر والوزن المناسب في سن الكبش للاضحيه، لان احنا بنشوف ناس كتير، طبعا الناس العاديه اللي مش فاهمه ما بتبقاش فاهمه العمر المناسب. وقولي احنا نعرفه ازاي حتى لو انا رايحه اشتري كبش وعايزه اعرف العمر. شوفي هقول لحضرتك على حاجه. اولا الحولي بيفطم على عمر 3 شهور 3 شهور ونص، بيوصل وزنه من 25 ل 30 كيلو. تمام. بيبدأ بيخش مرحلة التسمين حتى عمر سنة. خلال الفترة ديت لو أنا وصلت لوزن من 55 ل 65 كيلو على عمر سنة، الاثنين الاختيارين صح. صفات الذبيحة بقى اللي إيه حضرتك بتقولي أشتري أضحية إزاي؟ كل سنة والشعب المصري طيب وإحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك. أولا أنا بفضل، أنا كمربي إنتاج حيواني، أنا بفضل الغنم البرقي اللي هي بتنتشر في الساحل الشمالي من أول كيلو 21 لغاية مطروح لغاية سيوة، وتنتشر أيضا في جنوب سيناء ومحافظة سيناء عامة. مواصفات الغنم البرقي أن هي اللية بتاعتها صغيرة، تتراوح من كيلو
لكيلو الا ربع، في حين ان الطرف الخروفي العادي البلدي بيوصل من 9 ل 11 كيلو. وده فرق الوزن اللي بتلاقي الخروف وزنه 70 75، وفرق البرقي اللي هو وزنه من 55 ل 65 كيلو لحم مرمري ناعم ما فيهوش اي دهن. بالاضافه لان سلاله الغنم البرقي غير قابله لترسيب الدهن حوالين الكرش والجسم، فبالتالي باخد لحمه صافي ما فيهاش اي نوع من الدهون. ده حلو قوي موضوع البرقي ده، ان احنا لا 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 خلاص الناس كلها انتشرت الثقافه حتى للتجار كده. صحيح. والجزارين هتلاقيه برضو حاطط غنم يقول لك البرقي زياده 5 جنيه. ليه 5 جنيه؟ عشان وزنه قليل عن البلدي. وفي نفس الوقت لحمته مستصاغه مرغوبه جدا، لدرجه ان الجزار مره من المرات بيقطع كتف من خروف برقي ما كانش مصدق ان ده، قال لي لوم ان انا اللي بقطع كنتش قلت ان ده ضاني. ما شاء الله. فاحنا وصلنا بالتغذيه السليمه بالسلاله النظيفه النقيه اللي هي ما بين البرقي والبلدي. انا كنت لسه هسالك احنا نعرف ازاي يا دكتور الفرق؟ هو عامه الغنم اول غنم البرقي اول ما تبص بتشوف نمره واحد الديل بتاعه صغير، مش عصايه، لا طرف ديل ليا في حدود كيلو كيلو وربع، فباينه جدا. اول حاجه مقدمه الراس كلها بني، والاطراف هتلاقيها من تحت حروفها بني. في بعض النقط بسيطه جدا حوالين الرقبه وحوالين الجسم بني، ده دايما هو ده الخروف البرقي الاصيل اللي بيسموه الدرناوي بتوع مطروح. وما شاء الله يعني حاجه علف في مرعى جاف طبيعي مع تغذيه مركزه تديكي حته لحمه حمراء بدون ده. يعني دي افضل اضحيه حضرتك تنصح بيها؟ تمام. طيب. للي بيحب الغنم اللي بيحب الضاني. طبعا تمام. حتى انت بتتكلم يا دكتور على موازنه في فكره ان احنا في ناس كتير يعني بتتقفف من الضاني شويه عشان هو دسم وتقيل، فانت بتتكلم على حاجه ما فيهاش دهنه كتير خالص. ريحه الضاني اللي هي المنفره لمعظم او بعض الناس مش موجوده، هي دي الفكره اللي متاخده عن اللحم الضاني. واحنا الفكره دي منتهيه تماما. وانا بوجه للمحبين للحم الضاني وليس تحيز للضاني. لا انا منهم فتحيز براحتك. اولا مش عايز اقول لحضرتك ما بيعملش اللحمه الحمراء بتعمل نقرس. الضاني لا، الضاني لا. ليه؟ لان اللحم بتاعه مرمري النسيره في قلب الابيض، فبالتالي لحمه خفيفه. حلو. تشويها بتشيل ما تبقى من دهون. بتستوي في اقل القليل من الزمن لان غلوه واحده. ان احنا ده بنسميه الحل الكبش اللباني اللي هو لسه من فطام لتسمين. الله. خلاص بقى يا دكتور، انا جوعت. حدث ولا حرج. انا جوعت. لا وخصوصا كمان انت بتتكلم على الواحد وعشرين ومطروح والحتت دي. ايوه. احنا كاسكندرانيه بنحب ونروح نشتري من هناك، وتلاقي المرعى فعلا مختلف، وهم العرب ليهم فعلا تقنيه خاصه في التربيه الخاصه بالكباش، فبتحس انه فعلا سبحان الله طعمه مختلف. ده غير بقى حدث ولا حرج، الاسكندرانيه كلهم والعرب عارفين على المكرونه المبكبكه اللي في الضاني، ليهم حتى مذاق مهما حاولوا هنا في القاهره يعملوا تقليد للمكرونه المبكبكه دي اللي هي المكرونه كده سايحه في الصلصه وجواها لحمه ضاني عليها طعم مش ممكن. كل الليبيين بياكلوا الاكله دي. فعلا. على فكره انا اشرف ان اكون احدى باحثين مركز بوسط الصحراء الذي يتميز وينفرد بمحطاته الإقليمية في مطروح وسيوة سيدي براني، التعاون مع قيادة القوات المسلحة. رحنا وعملنا شغل معاها وفي بروتوكول تعاون بيننا وبينهم. الحمد لله مركز بوسط الصحراء يشتهر باختراق الصحراء والمناطق الحدودية اللي ما فيهاش تنمية، اللي فيها بدو لازم أعلمهم وأتصابر معهم في سبيل أن أنا أوصل لهم المعلومة إزاي يزرع صح، إزاي يربي صح، ازاي يستغل الموارد المتاحه عنده، ما اعتمدش على الاعلاف التقليديه. وده الدور اللي عملناه الحمد لله. كنت شرفت
برئاسة نائب رئيس محطة بحوث سيوة في مطروح. علمنا ازاي الناس يستعملوا الخامات الطيبة اللي عندهم، البلح والدريس اللي منتشر طول السنة. ده موضوع تاني لو تطرقنا ليه. يا ريت. انا كنت عايزه اروح مع حضرتك للعلف التقليدي، وايه هي البدائل، وليه دايما نلاقي ان في بعض الناس بتتحجج يقول لك اصل اسعار العلف غاليه عشان كده هنغلي عليكم سعر اللحمه. فخلينا نعرف الناس ايه هو العلف التقليدي المنتشر. معلش يا دكتور اسمح لي نركز في النقطتين دول، العلف التقليدي المنتشر والعلف التقليدي الصحيح، عشان في ناس بتدي للاسف علقه مش مظبوطه، والعلف البديل بقى اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. هو حضرتك اولا العلف التقليدي اللي هو كل ما هو علف خاص بمصانع الاعلاف او ينتج في المزرعه من مواد اعلاف تقليديه مثل الذره، الصويا، نخاله القمح، كزب عباد الشمس، كل دي مواد خام تقليديه. وفعلا احنا وصلنا لمرحله ان الاعلاف التقليديه غاليه غاليه غاليه. ليه؟ ده حقيقي. اولا كل 75% من تلك المواد، تركيبه مواد الخام ديت مستورده. وانا من هنا بناشد من خلال القناه ان احنا نتوسع في زراعه مواد الزراعات التي تخدم الاعلاف في مصر. زي ايه؟ توسع في زراعه الذره، واحنا اكتر حاجه في مصر سهله الزراعه الذره الصفراء، ان احنا بنستوردها بعمله صعبه جدا، وبورصة الذرة الصفراء بمعدل كل ساعة في تغير، فمؤشر خطير جدا يستنزف كثير من العملة الصعبة والدولار في مصر. ودي هي أول خطوة أنا كمسؤول عن إنتاج حيواني بناشد كل ما هو بيزرع يتوجه يرجع لزراعة الذرة، الصويا، الشعير، عشان أنتج مواد الخام اللي أنا بحتاجها للأعلاف. وهذه بتمثل عبء وفجوة غذائية وسبب الفجوة الغذائية في مصر. نمرة اتنين، عايز أقول أن عنصر التغذية في مشروعات الإنتاج الحيواني بيمثل من 65-70% من رأس مال المشروع. صحيح. لو أنا عرفت أن أنا أوفر من هذا الجزء، يبقى لا أنا سمنت صح، طلعت منتج رخيص. الأعلاف البديلة بقى اللي احنا عايزين نأكد عليها، الأعلاف البديلة كل ما هو خاص بالمخلفات الزراعية والصناعية. مخلفات زراعية كل ما هو خاص بعروش البطاطا والبطاطس والفول السوداني، وكل ما هو خاص بمخلفات التصنيع، الزيتون، تفلة الزيتون، نوى البلح. كل ما هو خاص بنوى البلح، لسه في مؤتمر معمول قريب في مركز بحوث الزراعية على استغلال مخلفات التمور. بتتطحن؟ بالضبط. اولا التمور كل ما فيها مفيد للحيوان. ليه؟ اولا مصدر طاقة عالي جدا جدا جدا. اقل شيء في التمرة ايه؟ النواة. المفاجأة اللي حضرتك تاخديها وعارف واطلعك عليها ان دي بحوث من سنة 75 مركز وسط الصحراء، يعني مش من ازيد من 40 سنه. بتتكلم ان النوى البلح ككيميكال كومبوزيشن يوازي 92% من الذره الصفراء. شوفي طن الذره بيوصل 4300-4500، طن نوى البلح بيمثل ايه؟ ودي هنا نتيجه البحوث الكتيره اللي تمت على مخلفات البلح. كنا بنشتري الطن نوى البلح من شركه اها 35 جنيه، النهارده وصل 1500-1800. بعد ما عرفت قيمته طبعا. وده اللي بدا برضو نفس القصه في سيوة، كان كيلو البلح بجنيه، كيلو البلح بجنيه الناشف اللي هو بيسموه عزاوي، النهارده اصبح ب6 جنيه اللي بنقدمه للحيوان، نتيجه عرف يعني ايه مخلفات تمور. وكله بيهدف الى تقليل تكلفه التغذيه المقدمة للحيوان. بالظبط. طب احنا سمعنا برضو في الفترة الأخيرة ان نبات المورينجا مفيد للكباش. نبات المورينجا اولا شجرة المورينجا شجرة الحياة، شجرة اليسر، شجرة المعجزة. حدث ولا حرج، يعني خش على النت كده واكتبي شجرة المورينجا، تعرفي فوائد المورينجا قد ايه. ويكفي ان هذه الشجرة اصبح لها جمعية
مستقلة تسمى بالجمعية العلمية للمورينجا بالمركز القومي للبحوث، وأشرف أن أكون عضو في الجمعية العلمية للمورينجا. وموضوع رسالة الدكتوراه كانت عن المورينجا، استغلال مخلفات المورينجا. طيب قد إيه الموضوع ده مهم يا دكتور؟ حضرتك عم ما شاء الله رسالة الدكتوراه، فقد إيه الموضوع ده مهم وليه مش منتشر ثقافة استخدام المورينجا؟ كنا بنعمل حاجة اسمها توعية الشعب المصري بإيه هو نبات المورينجا، وبيبذل مجهود كبير جدا من قبل المهتمين بالمورينجا. بنقول يا جماعة ان احنا نبات المورينجا الورق بتاعه كيلو وصل 80 جنيه، البذرة ب200 جنيه. طيب انا لو هغذي على الورق يبقى مش هيبقى اقتصادي، لكن انا كباحث في قسم تغذية الحيوان ببدأ اقول المخلفات اللي ناتجة عن نبات المورينجا ايه، اللي هي نتيجة مخلفات التقليب، مخلفات عصر البذرة، مخلفات السقام. ببدأ اخد المخلفات السقام ديت واقطعها ثم اطحنها ونبدأ نعملها في صورة سيلاج. عملناه بالفعل سيلاج المورينجا بعد تصنيعه بالمعاملة الميكانيكية، واحدى المعاملات البيولوجية الثلاثة سواء بالمعاملة بالفطر والخميرة والبكتيريا انتج علف يضاهي ادريس البرسيم اللي هو الطن ب2500. والله وارخص طبعا، وتكلف الطن 1200 جنيه. لا 2500 ل 1200 وكمان فايده بالظبط. وبالاضافه ان نبات المورينجا كل ما هو فيه بيرفع مناعه لدى الانسان ومخلفه برضه بالحيوان. انا عملت تجربه تسمين على المورينجا كان معدل النفوء عايز اقول لحضرتك 1%، ما شاء الله، حتى عمر التسمين. ولكن في المعدل العادي معدل النفوق في بالاعلاف العاديه طبعا ممكن يعدي الرقم ده. بيبقى في مشاكل في مواد العلف زي ما حضرتك بتقول، البذور مخزنه تخزين غلط، وجود افلاتوكسينات في بعض المخازن في الاعلاف، ولكن المتابعه الجيده من وزاره الزراعه دي بتقضي على هذه الحاجات، لان دايما وزاره الزراعه في الاداره المركزيه للمراقبه على الجوده دايما بتاخد عينات من العلف المنتج بصفه مستمره كل يوم، ويتم تحليله تحليل كامل مطابق للمواصفات ولا غير مطابق للمواصفات. فالحمد لله دي في ايد امينه كويسه جدا، مراقبه الغش العلف ممسوكه كويسه جدا جدا من قبل وزاره الزراعه. صحيح، البدائل اللي حضرتك اتكلمت عليها دي ممكن تقضي على مشكله ارتفاع اسعار الاعلاف وفكره طعم اللحمه اللي احنا زي ما بقينا بنقول انه اللحمه اي حد بياكلها بيقول لا ده مختلف عن زمان، زمان كان طعمه مختلف. هو زي ما اتفقنا قلنا كل ما هو ياكله الحيوان بينعكس على انتاج اللحم او انتاج اللبن. دي حاجه معادله معروفه. طبعا. يعني لو ان قلنا مربي مواشي اللبن لما بياخد علف اول حاجه بيدور فيها الريحه بتاعت اللبن والبنط بتاع الدهن. فلازم بيبقى عارف كويس جدا مصدر اللي بياخد منه الالبان ايه عشان ما يعملش دروب عنده في نوعيه اللبن والكواليتي نفسه سواء نسبه الدهن والمكونات الصلبه في داخل اللبن. فمهم جدا جدا ان انا كل ما هو ياكله الحيوان اكون عارفه كويس جدا، ولما غير نوع من انواع الاكساب لازم ادرج مع مجبسي على الحيوان بنوع كزب جديد. هينفر منه، هيبدا يقل المأكول، هيقل انتاج اللبن عشان يطلع انتاج اللبن تاني، مش بياخد له اقل من 15 يوم لشهر عشان يرجع لمعدل انتاج اللبن بتاعه. شركات الالبان النهارده تتصارع في انتاج معدل اللبن، بقره وصلت 52 كيلو ما شاء الله في اليوم. صحيح. يعني 3 حلبات. لا حاجه يعني في عندنا تكنولوجيا عاليه عاليه عاليه، ويا ريت ان حضرتك تستضيف الشركات ديت وتعرفي قد ايه احنا وصلنا معدل. احنا عندنا برنامج هنا بتاع زميلنا سامح عبد الهادي الثروه الحيوانيه، هو بيتوغل وبيتبحر في كل التفاصيل. اللي انا بشكر سامح طبعا زميلنا على اهتمامه بالملف ده، واحنا في مصر الزراعيه مهتمين بملف الانتاج الحيواني من ساعه ما ابتدينا لان هو ده الاساس. واحنا بنقر انه حضرتك بتقول انه العلف له علاقه باللحمه وبالالبان، وده بقى كله الحيوان كله له علاقه بصحه الانسان. يعني احنا بناكل العليقه دي او الحيوان ده، فبالتالي لازم يكون في
جودة في العلف بقى وفي حتى كمان في مكافحة الأمراض. حضرتك بتتكلم على حاجة أنا عايزة أتوقف عندها، على فكرة رفع المناعة، لما بنتكلم على المورينجا، لما بنتكلم على نوى التمور، قد إيه ده بيرفع مناعة الحيوان؟ يا فندم، أولا مخلفات التمور كلها مصادر للطاقة. أنا وفرت ما لا يقل عن من 30-35% من مصدر العليقة اللي هو بي 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 بنشتريه بالدولار. دي أول مصدر. المصدر الثاني انا ادريس البرسيم المطحون، سيوة فيها مساحات رهيبه جدا مزروعه من البرسيم. انا لما بعد ما بخلص المرعى على غدر، كل ما هو متبقي ببدا احوله لدريس برسيم جاف يستخدم على مدار السنه. يبقى طيب. انا وفرت كل ما هو خاص بالاستيراد، وبعمل حاجه اسمها عليقه تكميليه اللي هي جزء تكميلي من العليقه، ويمثل 20% مصدر اكساب. كل الأسئلة دي كانت معظمها للمربي، بس أنا عايزة سؤال أخير للمستهلك. بنعاني، وده سؤال ثابت بنحاول نركز عليه قبل عيد الأضحى، أنه المشتري لما بيجي يشتري الأضحية بيبقى طبعا في بعض الجزارين، بعضهم مش كلهم عشان ما يزعلوش مننا، بيخلوا العليقة أو الحيوان يشرب مية كتير ويعطشوا، بيعملوا حيل كده عشان الخروف يبقى منفوش، والواحد يقول الله ده ايه ده، وتلاقي الوزان مثلا الميزان في فرق حوالي 5-6 كيلو زياده. طيب انا هدي بعض النصايح للاحباب عند شراء اضحيه العيد. اتفضل. نمره واحد، اولا لما اجي اختار الكبش مش لازم ان انا اروح له اخر النهار، هيكون الكبش كل وشبع لا يقل من يعني كرشه مليان. عود نفسه دايما يخش على الجزار وبدري قبل ما يعلف. نمره اتنين، ما يوزنش الكبش في حاجه شياله بيسموها قفه كده بيعلقوا فيها على الميزان، ده خطر جدا ان فيها غش لا يقل عن 10 كيلو من الوزن. امال يوزن فين؟ يوزن اباني على طول او ميزان طبليه. لكن ما يعلقوش في حاجة. بالإضافة للحاجة التانية، أني أنا بناشد الإخوة الجزارين أني نتقي ربنا في الشعب، عشان إحنا بنعمل أضحية لوجه الله. لازم نتقي ربنا في الأضحية، لأن أنا باخدها بوهبها لوجه الله، مش أن أنا هخزنها في تلاجتي. كلها بتطلع في يوم، فبالتالي لازم الجزار والتاجر يراعي الجزئية ديت، وقليل المكسب قليل ربنا بيبارك فيه. صحيح. وموضوع المية، ان هم بيشربوا مية كتير؟ لا طبعا، ما عشان كده بقول لحضرتك دايما اللي بيشتري يتحسس الحولك. الكبش بطنه مليانة، والسن برضو. انا كان بابايا يقول لي بيبص على الاسنان. بيبص طبعا. لباني ولا لا، كاسر ولا لا، كاسر جوز ولا لا، حاجات معروفه يعني. صحيح. لا انت شاطره ما شاء الله، ربنا يخليك. بص يا دكتور، انا مبسوطه جدا ان احنا كنا موجهين كلام ده لفئتين، فئة المربي وفئة المستهلك، وأتمنى أن هم يكونوا استفادوا من كلامنا، وأن احنا بنروج للحم الضاني مرة تانية، أنه في ناس كتير ما بيحبوش الضاني، مش عارفة إزاي، مع أن دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعمه حلو بجد بجد. والموضوع احنا قلنا على حاجتين، على المرعى والمكان اللي أنا بجيبه، والتاتش بتاعنا النسائي على طريقة الطهي، فاحنا اكيد لازم يكون لنا اللمسه بتاعتنا اللي حتى بتحلي من لحم الضاني طعمه يعني. وحضرتك اضفت لي معلومه انا بشكرك عليها، فكره انه اللحم الضاني ما بيجيبش نقرس، فانا ما كنتش عارفه المعلومه دي. انا بقول لحضرتك لو فهو كل مفيد. ما تبقى اللحمه حمراء نسيره طويله، تعرفي ان ديت على طول تزود النقرس في الجسم. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، نورتني. دكتور عصام زكي، دكتور باحث بمركز بحوث الصحراء بشعبه الانتاج الحيواني، انا بشكر حضرتك، واكيد اكيد ان شاء الله هنلتقي مره تانية قبل العيد مباشره. ان شاء الله يا فندم، ده شرف ليا. وشكرا لقناتكم الجميله، وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا جميعا، وكل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيب. والنقطة دي حلوة قوي، أنا هفضل أقولها لكتير جدا للجزارين، راعوا ربنا، مش بس كمان في غش المستهلك، راعوا ربنا في الأضحية نفسها. أنتوا بتعذبوا الأضحية قبل ما تذبحوا،
تذبحهم قدام بعض وسكاكين باردة وحاجات صعبة. راعوا ربنا سبحانه وتعالى لأنه أنتوا مفروض تاخدوا ثواب، أنتوا الله أعلم يعني، بس ما تبقوش بتاخدوا سيئات وأنتوا بتعملوا عمل لله سبحانه وتعالى. دي حاجة. الحاجة التانية اللي برضو حلوة جدا جدا أن اللحمة ما فيهاش نسبة من المشاكل أو الأمراض، وكمان العليقة كويسة، والأعلاف البديلة دي هتوفر لنا فكرة أن احنا الأسعار مرتفعة. تاني حاجة بقى أن الناس اللي بتشتري تتبع كل التعليمات اللي الدكتور قال عليها وتنزل وتبص بنفسها. تالت حاجة بقى، ودي حلوة قوي، أن احنا نعود ولادنا ان احنا نخليهم يذبحوا بنفسهم حتى لو كانوا صغيرين، يمسكوا مع الجزار. احنا كنا بنعمل كده وبتبقى فرحه رهيبه، وسبحانك يا رب بنحس انه وعلى فكره كل خطوه بنعملها ربنا سبحانه وتعالى بيجزي الانسان بيها خير. حتى فكره التكييس والتغليف والتوزيع احنا اللي نعمل ده بنفسنا، وربنا يدينا ثواب. وان شاء الله هنتابع مع حضراتكم الملف ده قبل عيد الأضحى لغاية ما نوصلكم بالسلامة للعيد. خليكم معنا، لسه مكملين فاصل قصير وعلى طول راجعين، استنونا.